رسولنا، رسولنا، رسولنا. بلال، ما الأمر؟ ما سبب تبسمك؟ بلال، بلال، ناداني بلال، رأيته. لا لا، لم يكن حلما، كانت حقيقة. كنت نائما وفي هذا السرير سمعت صوته واستيقظت. سبحانك يا الله، صوت رسولنا المبارك ناداني باسمي بلال. سرت نحو رسولنا إلى مكان أبيض، بياض لا نهائي. نظرت فرأيته، كان يبتسم لكنه كان مستاء. قال سيدنا: اسمعني يا بلال، أنا يا بلال مستاء، مستاء منك كثيرا يا بلال. وجه لي كلاما لم يقله من قبل، ونظرة لم ينظرها لي من قبل. أنا مستاء يا بلال، لا أصدق ذلك. انهرت حينها، انهرت تماما. يا رسول الله، لماذا تشيح بنظرك عني؟ لماذا لا تنظر إلي؟ أجبني يا سيدي، لماذا؟ قال لي: أما زلت تسأل عن السبب؟ كيف تسأل عن هذا؟ وبعدها أشار إلى مكان نظرت. إخوتي سهيل وجعفر كانا واقفين بجانب رسول الله. لم أصدق عيني، كان كالخيال. وقال لي: يا بلال، لقد دعوتك من خلالهما، لقد دعوتك بلسانهما، لكنك لم تصغي، لم تقرأ رسالتي، لقد عاندت كثيرا. أستغفر الله، ليس عنادا، لكنني تعبت. أصمت يا بلال، وساد الصمت. نظرت في وجهه ثم اقترب مني، نظر في عيني الاثنتين، قال: يا بلال، 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 لماذا تحزنني؟ ما عاد الله يا سيدي، أفضل موتي على أن أحزنك. إذا كنت قد أحزنتك أفضل أن أكون حجرا. مد يده المباركة إلى يدي: انهض يا بلال. ثم أشار بيده إلى الأمام: هناك موقع المدينة المنورة. ثم التفت إلي وقال: سأنتظرك هناك، ارفع الأذان، أريد أن أسمع صوتك العذب. أكمل، ماذا تنتظر يا بلال؟ إلى متى ستجعلني أنتظر؟ كيف تريدني أن أناديك؟ بلال، أتيت إليك في المنام. رسول الله، سلطان قلبي يا رسول الله، يا رسول الله، انتظرت نداءك طويلا، انتظرت رؤيتك، انتظرت رؤيتك مجددا. هذا هدفي ومقصدي، لأنني اشتقت لك كثيرا يا سيدي. لقد أظلمت حياتي من دونك، لم أتحمل غيابك. انتظرتك، انتظرت هذا اليوم منذ زمن، وأخيرا رأيتك، أخيرا، أخيرا. سأتمكن من العودة إلى المدينة، وسأصعد إلى المئذنة، سأرفع الأذان المبارك في السماء. أنت من طلبت، أنت أردت ذلك يا سيدي، أنت محمد رسولنا. حان الوقت المناسب، سأعود إلى المدينة، سأزور سيدنا محمد. أجل، بلال الحبشي مستعد لرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. إنه بلال صاحب الصوت الجميل والأبيض.
أشهد أن لا إله إلا الله. بلال يرفع الأذان. بلال يرفع الأذان. صاحب الصوت. أشهد أنه يرفع الأذان. أشهد أن لا سمعت؟ إنه بلال. أجل يا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا يجوز أن تقطع الأذان يا بلال، سأؤذن أنا. حي على الصلاة. لا يجوز قطع الأذان يا بلال. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.